نبلش معك استاذ صلاح بالمعلومات والمعطيات المتوافره. يعني عم نشوف الرئيس مئاتي كل يوم عم بيقول وعم بيرجع بياكد انه نحن مع القرار 1701، في جهود دوليه عم تنبذل، الدوله اللبنانيه مستعده لفرض سيادتها على كامل اراضيها، مستعده لتعزيز عهديد الجيش بالجنوب فور التوصل لوقف اطلاق نار. طيب نحن عم نبدي كدوله لبنانيه هذا الموقف وهذا الحرص، بس بالمقابل ما عم نشوف في ضغط دولي، ما في جهود دولية جدية، وأيضا في تمادي بالإجرام والعدوان الإسرائيلي. على ضوء ذلك لوين رايحين؟ من المؤسف القول يعني أنه اليوم كل أوروبا عم تتحرك تحاول تساعدنا، تحاول توصل لوقف إطلاق النار سريعا في لبنان، ولكن للأسف هذه الجهود ضائعة ومبعثرة، لأنه الموقف الأمريكي للأسف مشجع لهذا العدوان، وليس فقط على الحياد أو مش فاضي بسبب انتخاباته الرئاسية. الموقف الأمريكي حتى الآن هو داعم لهذا العدوان بطريقة غير مباشرة من خلال اللوجستية الذخائر والأسلحة المتوفرة، فضلا عن المعلومات الاستخباراتية اللي عم توصل للجانب الإسرائيلي من الأجهزة الأمريكية. فمن هون عم نقول كل اليوم الجهود اللي عم يبذلها الرئيس مئاتي وهو مشكور عليها ما عم تأدي نتيجتها، لأنه الموقف الأمريكي ما زال غير قادر على البحث بوقف إطلاق النار، غير قادر ولا غير راغب؟ غير راغب، وكأنه ينتظر إتمام مخطط معين من الجانب الإسرائيلي قبل أن يبادر إلى وقف إلى طرح وقف إطلاق. شو هو هالمخطط يلي وكأنه بالتكافل والتضامن عم بتم تنفيذه؟ يعني يبدو أنه الهدف أنه القضاء على البنية العسكرية لحزب الله بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بما حصل بالعام 2000 بحرب 2006، انه اخلاء منطقة جنوب الليطاني والابقاء على قواعد حزب الله في تلك المرحلة، والعودة الى ما كان عليه الوضع سابقا بالنسبة للحزب، تطوير تسليحه، تطوير تدريبه، انتشاره عسكريا وسياسيا، ونفوذه اللي حققه بالدولة اللبنانية. اليوم وكأننا نواجه قرار أمريكي إسرائيلي يقضي بالقضاء على البنية العسكرية للحزب بشكل بشع وبشكل وحشي، ودون أن نأخذ بعين الاعتبار الضحايا المدنيين اللي عم بروحوا للأسف في سبب الغارات الإسرائيلية التي لا تميز بين موقع عسكري وموقع مدني، ومعظمها عم بيكون بسبب على تستهدف مباني سكنية كما حصل اليوم بالنبطية وبغير مطارح. مبنى البلدية، مبنى بلدية النبطية المعروف يعني، وكان مجلس البلدية النبطية مجتمعا للبحث بتقديم الخدمات للنازحين في محافظة في صور النبطية، لربطات الخبز، للأكل، للطعام. تماما يعني. طيب عم بتقول إنه الهدف هو القضاء على البنية العسكرية لحزب الله، بس الشيخ نعيم قاسم بقلنا إنه لا نتحدث من موقع ضعف، وعم بيقول إنه المقاومة بألف خير، وإنه استعادة يعني بنيتها بعد يعني الفترة اللي مرقت مع الاغتيالات اللي صارت وأبرزها اغتيال السيد نصر الله، يعني وكأنه رجعت المقاومة ورجعت تراهن على الميدان وعم بتكبد العدو خسائر بالمواجهة البرية. ما في شك أنه خسائر الحملة البرية باهظة جدا بالنسبة للعدو، ولكن إذا وجود مخطط للقضاء على البنية العسكرية هذا لا يعني أنه العدوان الإسرائيلي قادر على تنفيذ هذه المهمة بين ليلة وضحاها. بغزة صاروا سنة وأسبوعين ثلاثة وما قدر قضى على البنية العسكرية لحماس، فكيف بالأحرى بده يقدر يقضي على البنية العسكرية اللي هي أهم لحزب الله، اللي هي أهم وأوسع وعمق استراتيجي كتير مختلف
عن العمق الاستراتيجي بغزة، وبالتالي ممكن نحن نقول نحن اليوم بعدنا في بداية الحرب للأسف، وما وصلنا بعد لنهايتها أو اقتربنا من النهاية.